قبل مباراة سان داونز والأهلي في الدور قبل النهائي لبطولة السوبر ليج الأفريقي اللي هتتلعب في بريتوريا على أرض سان داونز أو في جنوب أفريقيا. في شوية غموض حوالين المباراة، تغييرات رهيبة من اللجنة المنظمة لبطولة السوبر ليج الأفريقي، وافقت على حاجات وموافقتش على حاجات، في سيناريو غريب كده ومفضوح وريحته فايحة قوي، خصوصا بعد ما أعلن رسميا مواجهة سان داونز والأهلي في الدور قبل النهائي للبطولة. في خمور من إدارة النادي الأهلي كالعادة، حواليها علامات استفهام كبيرة، في حاجات كتير بتحصل بره كرة القدم أو خارج المستطيل الأخضر عايزين نلاقي ليها تفسير، فأنا جاي النهاردة أتكلم فيها قبل المباراة عشان لو الحاجات دي حصلت يبقى إحنا قلنا ونبهنا قبل المباراة عن الحاجات اللي ممكن تحصل والسيناريوهات الغريبة اللي حوالين ماتش الأهلي وسان داونز، وخصوصا إن في لقاء تاني في الدور برضو قبل النهائي ما بين الوداد والترجي مفيش عليه اي كلام، كل الكلام وكل الحدث وكل حاجة حوالين مباراة سان داونز والاهلي. ليه ده كله وليه الصخب ده كله؟ خليكم معايا ما تروحوش في اي حتة تانية. اهلا بكل اصحابي واخواتي من جديد، اللي اول مره بيشوفني ما ينساش ينزل يشترك في القناه ويفعل علامه الجرس عشان يوصله كل فيديوهاتي اول باول. معاكم اخوكم بندو، استنى لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. يلا بينا نتكلم في موضوع الحلقه. الاهلي وسان داونز مباراه مكرره زي ما قلنا في الفيديو اللي فات اللي اتكلمنا فيه عن مباراه سان داونز والاهلي، انه بقى مكرر سنوي كل سنه لازم الاهلي يلعبه سواء في بطوله افريقيا في دور المجموعات، لازم الاهلي وسان داونز بقى لهم اخر سنين بيقابلوا بعض في بطولات افريقيا، المرة دي طبعا في البطولة الجديدة بطولة السوبر ليج الافريقي. طبعا زي ما قلنا في الفيديو اللي فات برضو هكرر كلامي، انه سان داونز يهمه ان هو ياخد بطولة افريقية بعد الصرف اللي بتصرف من ادارة النادي على فريق كرة القدم عشان يحقق بطولة افريقية. هم اكيد بعد تفكير كبير ان هم مش قادرين يوصلوا لمنصات التتويج افتكروا ان الشوكة اللي واقفة لهم النادي الاهلي. النادي الاهلي تحس ان هم زهقوا من ان هم بيشوفوه على منصات التتويج، حتى البطوله اللي ما خدهاش الاهلي اللي كسبها الوداد في البطوله اللي قبل اللي فاتت كان اللي مخرجهم برضو النادي الاهلي. طب ايه اللي عمل يعملوا ايه؟ طبعا في شويه سيناريوهات حصلت قبل الماتش هنتكلم فيها. اول حاجه قالتها اللجنه المنظمه للبطوله قبل البطوله ان المواعيد كانت ثابته ونازله، كان ميعاد ماتش اللي قبل النهائي اللي هيتلعب في بريتوريا قبل ما يعرفوا ان النادي الاهلي كان ميعاده الساعه 7، ولما اتسال ليه الساعه 7 قالوا ان هو عشان يبقى بطوله جديده عايزين اكبر عدد من الناس تشوفها، موضوع تسويقي بحت يعني ملوش علاقه بقى بكره القدم مين اللي يكسب مين يقابل مين، المهم ان هو يبقى تسويقي ويبقى في ميعاد متاح لكل الناس عشان تتفرج على البطوله. حلو الكلام. الاهلي وقع في سكه سان داونز في قبل النهائي والماتش الاول في جنوب افريقيا، يشاء العليم بقى العظيم ان اداره سان داونز تطلب من اللجنه المنظمه تغيير موعد المباراه. سكتوا على كده؟ لا، والأسوأ من كده كمان ان اللجنه المنظمه وافقت على الميعاد، راح النادي الاهلي بدل ما يعترض على تغيير الميعاد راح هو طلب تغيير مباراه العوده اللي كانت مخصصه الساعه 4 او كان ميعادها الساعه 4 عصرا، راحت طلبت بقى بالعند في اداره سان داونز ان هو يبقى الساعه 8. فاللجنه المنظمه لقت ان في طلب من الطرفين، هي طلعت بقى ببيان شيك وقالت ان هي وافقت على تغيير الميعاد اللي طلبه سان داونز ووافقت على الميعاد اللي طلبه النادي الاهلي. انا تفسيري ان ده مش صح، لان كان لازم ان الاهلي يحط في باله عوامل الحر وعوامل الجو، اي حاجه تقدر تكسب بيها كان المفروض ان انت تستغلها، لكن ما علينا عدينا. بعد كده جه النادي الاهلي افتكر انه هيلعب يوم 29 في جنوب افريقيا وهيلعب ماتش القاهره العوده يوم 1 نوفمبر، الفرق بس حوالي يومين يعني 48 ساعه، فلقى انه الوقت مش كفايه ان اللعيبه من سفر 10 ساعات وترجع تاخد يومين مثلا هتتدرب فيهم وتلعب الثالث، فلقت ان الوقت مش كافي ليها، فطلبت طبعا بدورها ان هو الماتش يتاجل 24 ساعه عشان السفر وكده. راحت اللجنه المنظمه كالعاده في التعنت، راحت رفضت وقالت ان مفيش سبب للتاجيل ورفضت طلب النادي الاهلي. النادي الاهلي ما اعترضش طبعا ان اللجنه المنظمه ما وافقتش على طلبه، المفروض ان ده كبير افريقيا ويبقى ليه كلمته وتبقى ليه كلمه مؤثره، لكن كالعاده النادي الاهلي ما بيتكلمش، النادي الاهلي مركز في الكوره وبس. بس اللي انا عايز اقوله ان في حاجات بتتعمل بره الكوره، بره المستطيل الاخضر خالص، في حاجات بتتحبك بره هم اللي بيقدروا يعملوا بيها اساليب جديده وحيل جديده في كره القدم عشان يوصلوا لمنصات التتويج على قفا اي نادي. المهم ان فوجئنا بعديها برضو ان اداره سان داونز
عملت الدخول مجاني للجماهير عشان يحشدوا اكبر عدد من الجماهير موجوده كعاده مباراه الاهلي وصن داونز في بريتوريا. كل ماتش يبقى الدخول مجاني للجماهير. هم خلاص بقى موضوع عندهم تفاؤل، بقى موضوع عندهم ليه علاقه بنوعيه الارض، بقى ليه علاقه بالتوقيت اللي بيلعبوا فيه المباراه، فهي بقت عاده عندهم. كل ما النادي الاهلي هيروح يلعب في جنوب افريقيا خلاص بقى رسم الساعه 3، عايز يلعبك في توقيت فيه نقص اكسجين، عايز يلعبك في وقت فيه شمس شديده او الحر بيبقى شديد. طبعا عارفين جنوب افريقيا بتبقى حر جدا في الوقت ده، درجات الحراره فيها بتعدي، فدي هتبقى ضد طبيعه ونوعيه لعيبه النادي الاهلي. فحلو الكلام. فتفسير الموضوع ده ان هم ما بقوش ليهم حيل جوه الملعب بيعملوها، يشوفوا ايه اللي ممكن يعطل مسيرتك، ايه اللي ممكن يضايقك ويعملوه، بيستفزوك نفسيا اصلا قبل ما تلعب. انا بس نصيحتي لعيبه النادي الاهلي تلعب الماتش عادي. الاهلي لعب في اليابان وكسب، لعب في كل دول افريقيا وكسب، بيلعب في اوروبا وبيكسب. يطلعوا بقى الذكريات القديمه لمباراه سان داونز، الذكريات السلبيه والذكريات السيئه، عشان يلعبوا ماتش كوره. مدير فني يحط خطه مظبوطه زي ما قلنا، يعرف يقفل مفاتيح سان داونز، عشان بعد كده لما تروح تلعب يبقى ماتش عادي تلعبه الساعه 3 ان شاء الله، يلعبوه الفجر، يبقى بالنسبه لك ماتش زي اي ماتش تاني، عشان انت اللي بتدي لهم الفرصه دي لما بتنهار هناك. انا عايز لعيبه الاهلي حتى لو دخل فيها جون تلعب لعبها، وهم اللي خايفين منك مش انت اللي المفروض ان انت تخاف منهم، هم كل اللي بيعملوا دوت خوف منك مش اكتر. الجديد بقى في الموضوع تعيين حكم من بنين، حكم مغمور في دور قبل نهائي في بطوله هم بيقولوا ان هم عايزين ينجحوها. معنى ان انت عايز تنجح بطوله يبقى كل العوامل موجوده، الفرق الكبيره موجوده، الملاعب المحترمه موجوده، العنصر التحكيمي الكفء يبقى موجود، على الاقل كنت جبت حكم ليه اسمه، حتى لو هترشيه، حتى لو هيبقى فاسد، بس على الاقل تجيب حكم ليه اسم، حكم تقيل في القاره، حكم مباريات كتيره بين فرق كبيره في بطولات افريقيا بعدد محترم، عشان يحكم بين صن داونز والاهلي. الفرقتين مش قليلين، مش تجيب واحد مغمور يوم ما يغلط تشيلوش شيله ويختفي من على القاره خالص التحكيميه. حكم من بنين اول مره يحكم في افريقيا او بطولات افريقيه، كان في دوري ابطال افريقيا في الدور التمهيدي حكم مباراتين او مباراه تقريبا، حكم في تصفيات افريقيا السنه دي 3 مباريات بس بين فرق مش من الصفوه اصلا من قاره افريقيا، ما حكمش حتى في بطوله افريقيا اللي فاتت في الدور ربع النهائي ماتش، ملوش اي ذكر في التحكيم. الحكم البنيني لويس دي جندو ملوش اي خبره افريقيه، عشان انت تجيب حكم مش معروف على القاره دي عليه علامه استفهام كبيره، وهيبان في الملعب من قراراته. هنشوف هيبقى ليه رأي في المباراة وهيبقى ليه تأثير في المباراة ولا لا. طبعا ده كل الكلام اللي داير في الفترة الأخيرة بعد تحديد ميعاد مباراة الأهلي وصن داونز في بريتوريا. نتمنى التوفيق طبعا للنادي الأهلي، نتمنى إن هما يسكتوا كل الكلام اللي بيحصل دوت بأدائهم في الملعب. الأهلي وإدارته مركزين في الملعب وبس، ربنا يوفقهم إن شاء الله ويقدروا يتغلبوا على كل العقبات اللي بتتحط في طريقهم. كل التوفيق ليهم إن شاء الله، بس يبقوا رجالة في الملعب. مش عيب ان انت يدخل فيك جون، مش عيب ان انت حتى لو هتتغلب تتغلب فرق بسيط، اديني بس اداء في الملعب ان انت عملت اللي عليك، اديني بس وقفه في الملعب، وقفه رجوله ما فيهاش انهيار، وبعد كده تكسب تخسر التوفيق ده بتاع ربنا. كل التوفيق ان شاء الله لرجاله النادي الاهلي في المهمه الصعبه النفسيه بره الملعب اكتر من ان هي جوه الملعب. واللي وصل معايا لحد هنا انا بشكره شكرا جزيلا، شكرا على المشاهده، شكرا على المتابعه. واللي لسه مشتركش في القناه ينزل حالا يشترك في القناه ويفعل علامه الجرس عشان يوصل كل فيديوهاتي اول باول، وما ينساش شير ولايك للفيديو عشان يوصل لكل الناس. استنوني في فيديو جديد، سلام.